بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا سنة خمسة. النهارده بإذن واحد أحد هناخد مراجعة صغيرة على النحو، أهم الأسئلة بتيجي في الامتحانات وإزاي أكتب لافتة، عشان ده سؤال أساسي بيجي في الامتحان في سؤال التعبير. أولا اللافتة وبعد كده سؤال التعبير اللي بيبقى حضرتك مطلوب منك تعمله فقرة، تعمله مقدمة ومضمون تعبيري من جوه، مضمون عن الفكرة العامة بتاعت الموضوع وخاتمة. طيب السؤال يا اولاد اللي بيبقى بيتكرر، طبعا اعرف ما تحته خط احنا عارفينه. في اسئله ثانيه اكمل بما هو مطلوب. دلوقتي بيجيب لي جمله يتقرب نقط الى الله بالصلاه، وعايز جمع مذكر سالم شاطري، نقول المسلمون، المؤمنون، الطائعون، المفروض ان هي تبقى كلمه اخرها واو ونون جمع مذكر سالم. طيب العصافير المغرده، حط اسم اشاره، قلنا العصافير ده جمع غير عاقل، شاطرين، اي جمع غير عاقل بحط له اسم الاشاره هذه. الله ينور عليك. نظف العامل نقط، بيقول لي هاتي جمع تكسير، نظف العامل الفصول، الغرف، اي جمع تكسير، ايوه لا اخر واو ونون ولا اخر الف وتاء. طيب تكرم الدوله نقط، عايزه جمع مؤنث سالم، تكرم الدوله المجتهدات، المتفوقات، المتميزات. طيب في سؤال ثاني برضو بيجوا بيبقى مطلوب منك يا سنه خمسه اللي انت تحوله للمثنى وللجمع، واخد بالي. هذا الشاب يحب وطنه، يلا بينا اجعل العباره مره للمثنى ومره للجمع، يلا بينا. مثنى هذا، هذا مثنى الشاب، الشابان، شاطرين، يحبان وطنهما. واخد بالي من الضمير اللي بيبقى موجود يا شباب، لازم اغيره على حسب ما هو مطلوب مني. في جمع بقت هؤلاء، جمع الشاب الشباب، يحبون وطنهم. طب انت غيرت الياء مش ولاء الفعل من جوه، لان الفعل لو كان في اول الجمله بيكون مفرد، انما الفعل من دخل من جوه شاطرين بيتغير وبيتجمع وبيحط له المثنى. صوب الخطا النحو فيما ياتي. السؤال ده مهم وبيجي على طول في الامتحانات. قطفت وردتان بالالف والنون، لا، لان هنا هيبقى موقعها الاعراب، شاطرين، مفعول به، والمفعول به في حاله المثنى بيبقى منصوب وعلامه نصبه الياء، يبقى وردتين بالياء والنون. يواجه المصريين، لا طبعا ما تنفعش، لان هنا موقعها الاعرابي، شاطرين، فاعل وعلامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم، بقت المصريون. طيب التلميذين، هي دي شاطره وحل نفسها، اوعى يا سنه سته حد يقول لي التلميذين يقوم عامل دي مجتهدين بالياء والنون، لا دي جمله اسميه، ده مبتدا، يبقى المبتدا مرفوع علامه رفعه الالف لانه مثنى، فبقت التلميذان مجتهدان. زرت مدينتان، تنفع؟ لا طبعا، لان زاره والتاء تاء الفاعل، يبقى مدينتين بالياء والنون. طيب بصوا سنه خمسه، انا عامله لكم ملخص بسيط خالص على اللافته، لان هي دي باذن الله باذن الله اللي بتيجي. السؤال الاول في التعبير والسؤال الثاني اكتب موضوع تعبير ان شاء الله هديه لكم المره الجايه. اولا في نقط مهمه يجب مراعاه الاتي، ان يكون مضمون اللافته واضحا بايجاز، يعني ما تكتبش كلام كتير، يكون اسلوب امر، يكون اسلوب نهي، تكون حكمه، ان تثير الانتباه وبحطها داخل اطار زي ما هوريكم يا حبايبي، وان تحسن تنظيمها وتجمل خطك، لازم يبقى الخط نظيف والتنظيم بتاعها. يعني مثلا اكتب لافته تحث فيها زملائك على نظافه المدرسه، اولا حافظ، ده اسلوب امر، على نظافه المدرسه، اظن ما فيش فيها اي حاجه، يبقى يا اسلوب امر يا اسلوب نهي يا حكمه. وحطيتها فين يا شباب؟ في لافته. اكتب لافته توضع في حديقه عامه، لا تقطف ازهار الحديقه، حافظ على نظافه الحديقه، الحديقه ملك لنا. ناخد بالنا يا سنه خمسه من الكلام ده، ومن فضلكم يا سنه خمسه حلوا كتير اليومين دول، التكرار يعلم الشطار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.